قلت لكم شيء جديد، الكثير من الإخوة وأنا نلعب لعبة ببجي موبايل يسألوني كيفاش تقدر تغير عالم البلد الخاص بك. شيء بسيط وسهل جدا، فقط الإخوة اللي مش مشترك في القناة تاعنا يشترك ويعمل لايك للفيديو ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. طريقة بسيطة جدا، راح نمشوا للأعلى كما راك تشوفوا هنا في اليمين حين تجد صورة الملف الشخصي، نضغط عليها راح يحولنا لهذه الواجهة مباشرة. دائما راح نمشي للأعلى في اليسار أين توجد صورة الملف الشخصي، هناك ثلاث شرطات وثلاث نقاط معهم، راح نضغط عليها راح يحولنا لهذه اللوحة. نمشي شوفوا هنا في الأعلى تجد تعديل، راح تضغط على هذه التعديل راح يخرج لك هالطابلو. هنا شوفت تجد اللقب، تقدر تغير اللقب. هنا العالم، تغير العالم نتاعك كما انا من الجزائر درت الجزائر. هو نادرا تلقى هذا العالم الاول اللي هو خاص ببوبجي موبايل. تغير العالم البلد تاعك، اذا لم تجد العالم البلد تاعك راح تبحث عليه هنا راح تجده. كذلك هنا بالنسبه للصوره، اطار الصوره راح تجد كذلك عده اطارات تقدر تغيرها، إطار الرمزي كذلك الصورة، عندك كذلك علامات الاسم ثاني تقدر تغيرها، إعدادات الخصوصية الخاصة بك. هذا فقط أردت الإخوة لكل من يخفى عليه هذه الخاصية، هي خاصية جد سهلة وبسيطة وإن شاء الله تكون وصلت للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.